وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول السائل: أمي تقوم ببعض الأعمال الشركية كالاستغاثة بالأموات. نعم. يقول: وأنا دائما أنصحها ولكن بدون جدوى، فهل لكم أن تنصحوها عبر هذا الدرس المسجل؟ استمر في نصحها، ونسأل الله أن يهديها للصواب، وعليك أن تنصحها بلطف وحكمة. قل لها: يا أمه، أنا أشفق عليك من النار، وعليك أن تعلقي أمورك بالله جل وعلا، وإذا رأيتها تستغيث بالميت قل لها: هل هذا الميت يسمعك؟ وما أنت بمسمع من في القبور؟ اذكر لها الآيات والأحاديث، واذكر لها أن الله هو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يسمع نداءها ودعاءها. واتل عليها الآية: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. قل لها: إن صلاتك غير صحيحة طالما أنك تستغيثين بالأموات. قل لها: إن الله لا يتقبل منك هذه الأعمال طالما أنك تستغيثين بالأموات في قبورهم. ذكرها بالله عز وجل، لكن بلطف وبحكمة. وقبل أن تذكرها اذهب وقبل يدها وقبل رأسها، وقل لها: يا أمه، أنا أحبك وأنت، ولك حق علي، والله قد قرن حقك مع حقي سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنعني أن أبين لك الحق بدليله، قال الله وقال رسوله، وأخشى عليك من الشرك. منها بهذه الأساليب، لعل الله أن يقذف الحق في قلبها ويهديها إلى الصواب.